مع النقاط الأخرى. يعتبر جينا اليوم في زيارة تفقدية داخلة في البرنامج تاع المديرية العامة للجمارك، وخصصنا زيارة هذه اللي بدأت بولاية ورقلة حاسم سعود والختام في ولاية الواد مع المعبر الحدودي هذا طالب العربي، اللي هو من أهم المعابر اللي عندنا في الحدود الجزائرية التونسية. لما يخفى لكمش أنه معبر كما هذا وفي منطقة كما منطقة الواد اللي فيها يعني عدة مواد قابلة للتصدير، جينا هنا نتفقتوا ونشوفوا واش لازم يكون واش لازم يندار في أسرع وقت حتى نطبق توجيهات السلطات العليا اللي تريد يعني باش يكون دعم كبير للتصدير.